عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة خاصة هنبدأها النهاردة من سلسلة حلقات من برنامجنا بيت دعاء مع شركائنا في الخير مؤسسة سقيا الماء. الحلقات دي والأول مرة هتبقى يوم الجمعة، وما أدركم طبعا بيوم الجمعة، أفضل الأيام عند الله، يوم عيد للمسلمين، في ساعة إجابة قبل المغرب، أبواب السماء بتكون مفتوحة، احتمال كبير تبقى جوه حلقتنا. عشان كده هنفتكر كده رب، هنذكر كده كلنا ربنا مع بعض يوم الجمعة، وما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برضو لحد المغرب. واللي ما قراش بقى سورة الكهف يقراها بعد الحلقة، وربنا يتقبل منكم ومنا. وأنا برحب بضيفي دكتور صالح الشواف الداعي الإسلامي، واللي هنبدأ معاه سلسلة قصص الأنبياء اللي فيها عظات وعبر كتير هنستفيد منها إن شاء الله خلال حلقات يوم الجمعة. وطبعا مش هننسى عمل الخير وهو جزء أساسي من بيت دعاء برعاية مؤسسة سقيا الماء. اهلا وسهلا بك يا شيخ صالح. اهلا بحضرتك استاذة دعاء، ربنا يحفظك، سعيد بلقاء حضرتك وبلقاء يعني جمهور بيت دعاء الجميل. يعني اهلا وسهلا بك، وجمعه مباركه ان شاء الله علينا كلنا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وبنوصي زي ما حضرتك وصيت الساده المشاهدين ان اليوم ده يوم جميل، ويزداد جمال بالصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وسيدنا بيقول لنا ان من افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعق، فأكثروا من الصلاة والسلام علي، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت الأرض أكلتك. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم المبارك صلى الله عليه وسلم. لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيوصل له الصلاة بتاعتنا، بيعرف مين اللي بعت له صلى الله عليه وسلم. بارك عليك يا حبيبي رسول الله. طيب احنا هنبدأ في سلسلة قصص الأنبياء، واشمعنا اخترنا قصص الأنبياء اليوم الجمعة؟ ربنا يكرمك يا استاذة دعاء، يعني لما اتناقشت مع حضرتك نتكلم في ايه في يوم الجمعة، فحبينا نكلم الناس في حاجة جميلة يعني الناس تستمتع بيها وهي بتسمعها، وفي نفس الوقت يكون فيها فايدة وعظة للناس، فما لقناش أجمل من قصص الأنبياء. لأن قصص الأنبياء يا استاذة دعاء ربنا لما حكاها لنا في القرآن مش على سبيل التسلية أو تضييع الوقت أو قصة كده بنسمعها وخلاص وبتعدي، إنما كلها فوائد وكلها عظات وكلها دروس وكلها عبر. وعشان كده ربنا قال لنا سبحانه جل وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني مش كلام كده وخلاص، إنما أفضل الكلام وأفضل العبارات وأفضل الحكايات كلها دروس وكلها عظات وكلها عبر. نشوف حياة الأنبياء ومروا بإيه وحصل معهم إيه، وتجارب الأنبياء مع أقوامهم وتجاربهم في حياتهم العادية وفي حياتهم الإنسانية، فنتكلم عن الجانب الإيماني في حياة الأنبياء والجانب الإنساني، ودول حاجتين عظيمين جدا لو ركزنا عليهم، الجانب الإيماني والجانب الإنساني في حياة الأنبياء هنطلع منه بدروس وفوائد كتيرة قوي. لكن احنا مش هنتكلم عنها بطريقة علمية قوي، احنا هنبسط الكلام قوي خالص وبلغة بسيطة جدا، ومش قصة يعني قصة. طيب احنا هنبدأ النهاردة بقصة جميلة جدا، وهي من أحسن القصص يعني، وهي قصة سيدنا يوسف عليه السلام. الله الله، الحقيقة اختيار موفق ان احنا نبدأ بقصة سيدنا يوسف، احنا مش ماشيين بالترتيب انما يعني حسب ما تيسر لنا وربنا ييسر يعني.
قصة سيدنا يوسف من أجمل قصص القرآن. احنا عندنا في القرآن بنلاقي حدث بتدور حوله الأشخاص، حدث واحد وأشخاص بتدور حوالين الحدث ده، أو شخص بتدور حوله الأحداث. فاحنا في سورة يوسف أمام شخص تدور حوله الأحداث كلها. فاحنا سيدنا يوسف والأحداث كلها بتجري حوالين سيدنا يوسف، وربنا يبدأ السورة دي بنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ربنا بيقول لسيدنا النبي أنت قدرك يا محمد وقدر أمتك دي في القرآن ده، والقرآن ده رفع عليك وعز ليك ولأمتك من بعدك. إيه الحكاية يا رب وإيه القصة وإيه الموضوع؟ أم ربنا قال لنا إذ قال يوسف لأبيه، سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني سلسلة جميلة قوي، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. عشان كده أستاذ دعاء بيقولوا على سيدنا يوسف إن هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. سيدنا يوسف طفل صغير بيروح لسيدنا يعقوب أبوه النبي وبيقول له يا أبي أنا شفت رؤية. إيه هي الرؤية دي؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا، العلماء لما تكلموا في تفسير الموقف ده والآية دي قال لك إن سيدنا يعقوب كان لأنه نبي فربنا اداله بصيرة وعرفه تفسير الأحلام وتفسير الرؤى، لأن تفسير الأحلام ده مش أي حد بيفهم طبعًا فيه. فربنا فاهم سيدنا يعقوب ان سيدنا يوسف ده هيكون ليه شأن كبير قوي ومكانه عظيمه جدا، هتوصله ان اخواته الحداشر هيخروا له ساجدين، يعني معظمين. السجود هنا معناه سجود تعظيم، والشمس اللي هي ابوه والقمر اللي هي امه. فسيدنا يعقوب لما فهم كده اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت 11 كوكبا اللي هم اخواته والشمس والقمر ابوه وامه رايتهم لي ساجدين. دي رؤيه، يعني هو حلم وراح حكى لبابا بالظبط كده وهو صغير. سيدنا يعقوب لانه نبي وبيوحى اليه فهم ان يوسف هيكون ليه مكانه كبيره قوي، فقال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. اوعى تقول الرؤيه دي لاخواتك خالص، عشان اخوات سيدنا يوسف كانوا اكبر منه فممكن حد فيهم يفهم الرؤيه دي ويعبرها. لا تقصص رؤياك على اخواتك. طب ليه ما اقولش الرؤيه دي لاخواتي يا بابا؟ ام قال له فيكيدوا لك كيدا، لان الشيطان ممكن يشتغل عليهم طبعا، يحرك غيره حقد في القلوب مش عارف ايه، فيقوموا يمكروا بيك يا ابني او يخططوا لك خطه معينه فيكيدوا لك كيدا. ومش عشان هم وحشين، بس إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ده الشيطان هو اللي هيعمل الخطة كلها. الخطة دي هو عدونا الأول هو الشيطان. بالظبط كده. وفي بقى كتير من العلماء برضو بياخدوا الجملة دي إنه بيعلمونا إنه مش كل حاجة نحكيها عن، يعني لو إحنا مقدمين على حاجة هنعملها أو كده مش لازم نحكيها إلا لما تتعمل. أحسنت يا أستاذة. سيدنا النبي قال لنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وفي رواية بالسر والكتمان. يعني حاجات كتير قوي بنقولها للناس ما بتحصلش وبتبوظ على آخر لحظة بسبب إن إحنا تكلمنا عنها فعلا. لأن سيدنا النبي قال لنا كده يا أستاذة دعاء، قال لنا كل ذي نعمة محسود. أيوه. الحسد حقه والعين حقه، سيدنا النبي قال لنا كده. فالواحد مش لازم دايما، ودي من أول الفوائد الجميلة اللي بنطلع بيها من السورة. خبي على أمورك وداري على أمورك، وما تقولش كل حاجاتك للناس، وما تعرفش الناس كل خطواتك، لأن كل ذي نعمة محسود. ودي أول فائدة بنطلع بيها من السورة. سيدنا يوسف طفل صغير ما استوعبش النصيحة قوي، فعمل إيه؟ أم رايح قايل لإخواته، حكى لهم الرؤية. فاخوات سيدنا يوسف اتجمعوا عملوا اجتماع. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. أخو سيدنا يوسف ده اللي هو بنيامين كان أخوه من الأب والأم، لكن بقيت الإخوات إخواته من الأب بس، من سيدنا يعقوب بس. فقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ده يعقوب النبي بيهتم بيوسف وأخوه بنيامين أكتر من اهتمامه بينا. وبعض العلماء علق قال ان كان اهتمام سيدنا يعقوب بيهم عشان هم كانوا اصغر الاولاد، فكان مديهم بعض الاهتمام او بعض العنايه. بالظبط كده. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. طب ايه السبب بقى؟ ايه العله اللي مخليهم زعلانين او متضايقين يعني او شايلين الموضوع قوي ونحن عصبه؟ يعني احنا كلنا من اب وام، لكن ده هو اخونا من الاب بس ونحن عصبه.
وفي الاخر قام قايل لك ان ابانا لفي ضلال مبين. ابونا ده غلطان غلط كبير قوي. ويعني وباباهم ده سيدنا يعقوب يعني النبي يعني. لكن الحقد خلاهم وصلوا ان هم يقولوا على ابوهم ان هو في ضلال مبين. الشيطان بقى. الشيطان. لعبه الشيطان. بالظبط. طب نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ ايه الحل؟ يعني نخرج من الموضوع ده ازاي؟ قاموا فكروا مع بعض وقال لك اقتلوا يوسف. احنا نقتل يوسف نخلص عليه. او اطرحوه ارضا او نطلعه بره البلد نبعده عننا خالص ما يبقاش في وسطنا. طب ليه الكلام ده؟ يعني ليه الشر ده؟ يعني ليه عاوزين تقتلوه او تطلعوه بره البلد؟ عشان يبقى ليهم بقى باباهم لوحده. هي دي بتاعهم هم. هي دي. ام ربنا قال لنا يخلو لكم وجه ابيكم. يعني ايه يخلو لكم وجه ابيكم؟ يعني خلاص يعني يوسف هيبعد هو اخوه بنيامين فمشاعر ابونا كلها هتبقى لينا. يخلو لكم وجه هيبقى فاضلنا بتاعنا احنا بس. يخلو والغيره والحقد كم دمرت من بيوت يا استاذه دعاء. طبعا. وكم دمرت من اسر. يخلو لكم وجه ابيكم. واعجب حاجه بقى الكلمه اللي جايه دي في الايه يا استاذه دعاء، وتكونوا من بعده قوما صالحين. يتوبوا يعني. الله على حضرتك. العلماء قالوا ان اخوات سيدنا يوسف عملوا حاجه عجيبه قوي. قال لك ان هم تابوا من الذنب قبل ما يعملوه. يعني قال لك احنا هنقتل يوسف ونخلص عليه وبعد كده نبقى نتوب بقى ونستغفر فسيدنا ابن عباس بيعلق تعليق جميل قوي على الايه دي، بيقول ان تعجب فعجب ان اخوه يوسف قدموا التوبه على الذنب. تابوا من الذنب قبل اصلا ما يعملوه، وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفي ناس كتير كده في يعني ده مدخل من مداخل الشيطان لازم ناخد بالنا منه. يعني هو بيدخل في دماغ ناس للاسف كتير الفكره دي، انه اعمل كذا وبعدين هستغفر، هعمل كذا وبعدين هتوب ربنا هيبقى يغفر لي. مدخل شيطاني رهيب فظيع. يا عم بسيطه ده سهله ده يعني هنستغفر ركعتين كده صدقه مش عارف ايه والموضوع هيعدي وبنهونها على بعض. وتكونوا من بعده قوما صالحين. طب نعمل ايه؟ نجيب يوسف ازاي معانا ويوسف على طول مع ابوه؟ فراحوا لسيدنا يعقوب قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. انت ليه ما بتخليش يوسف يلعب معانا كده ويخرج ويسافر معانا ويروح ويجي معانا واحنا والله بنحبه وبنخاف عليه وبننصح ليه ومستحيل نخليه يعمل حاجة غلط او يقع في مشكلة او يصيبه شر او مكروه وإنا له لناصحون. ايوه يعني انتوا عاوزين ايه؟ اما قالوا له ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ابعته معانا يا ابي احنا رايحين بكره نلعب شويه ونغير جو ومش عارف ايه، فابعته معانا في الرحله دي يغير جو معانا ويلعب معانا وبنوعدك ان احنا هنحافظ عليه وهنصونه ومش هيصيبه اي مكروه ولا اذى طول ما هو معانا. وإنا له لحافظون. سيدنا يعقوب يا استاذه دعاء رد عليهم رد عجيب قوي، قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. بيقول لهم انا مجرد بس ان يوسف يبعد عني ولو وقت قليل دي حاجه تضايقني. اني لا يحزنني ان تذهبوا بي. انا ما بستحملش ان هو يبقى بعيد عني. انا ما بستحملش فراقه. اني لا يحزنني ان تذهبوا به، وفي نفس الوقت انا خايف عليه برضو. انتوا رايحين تلعبوا في صحراء ويوسف الصغير بتاعكم، فاخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. العلماء مسكوا من هنا ان سيدنا يعقوب ادالهم المبرر بتاع الذنب بتاعهم. قال لهم واخافوا ان ياكله الذئب. رجعوا بعد شويه قالوا له ايه ده الذئب اكله. ده الذئب اكله. فادى لهم المبرر بتاع المعصيه والذنب بتاعهم. قال واخافوا ان ياكله الذئب. وبعض العلماء قالوا ان البلاء موكل بالمنطق. ايوه. ان الانسان احيانا يتكلم بحاجه فيبتلى بيها. وعشان كده بنقول للناس دايما تفائلوا بالخير تجدوه. صح. ودايما اتكلموا بالكلام الجميل وقوم ابدا يومك الصبح ان اليوم ده ان شاء الله هيكون اجمل يوم وهيكون يوم كله خير وكله بركه وكله سعاده. ان شاء الله اليوم يبقى كده بفضل ربنا وبفضل التفاؤل ده. دي بقى حاجه مهمه جدا، لانه في ناس كتير بيكون عندهم فعلا التشاؤم او بيقعدوا يقولوا كلام سلبي على انه مجرد كلام، مش متخيلين ان الكلمه اللي بيقولوها دي بتطبق. كأن كده. هم اللي بيكتبوا القدر بتاعهم. بالظبط. فإحنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه المسلم لازم يكون متفائل، مفيش تشاؤم خالص، ممنوع التشاؤم. أحسنت. لازم يكون متفائل، يعني دايما يبقى شايف أن اللي جاي حلو، أنا هبقى كويسة، أنا ولذي هيبقوا أحسن حاجة، أنا الرزق جاي ربنا هيرحمنا، كل الكلام الحلو، هروح العمر قريب. بالظبط كده. كلام حلو كله هيتحقق. بالظبط كده. أحسنت. ربنا هيبعت الشفاء من عنده كده يعني، وكله من عنده سبحانه وكله بايده، فلما طبعا. نتفائل فيه خير يورينا الخير. سبحانه جل وعلا. يعقوب قالوا اخافوا ان ياكله الذئب. هم خدوا الكلم قال خلاص هي دي بقى نقول اكله الذئب. واخافوا ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون.
قالوا له لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعني يا أبي ما يصحش إن الديب يأكله كده من وسطنا وإحنا 11 واحد، يعني دي عيبة في حقنا، ما تصحش يعني، ما تنفعش. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. سيدنا يعقوب صدقهم وثق فيهم ووثق في الوعود والعهود اللي هم يعني أعطوها له، العهود الكتيرة دي، وبعت معاهم سيدنا يوسف. لما أخذوا سيدنا يوسف وبقوا في وسط الصحراء بيلعبوا مع بعض وسيدنا يوسف بيلعب معاهم، بدأوا يكتفوا سيدنا يوسف ويربطوه بالحبال، وسيدنا يوسف بيضحك ومتخيل ان هم بيلعبوا معاه وبيهزروا معاه، وما يعرفش ان هم بيخططوا له وبيدبروا له. وللأسف كم من إنسان بيدي الثقة لناس وللأسف الناس دي أكتر ناس بتخذله. كم من إنسان بيثق في ناس والضربة ما بتجيلوش إلا من الناس دي، والطعنة مش بتجيله إلا من الناس دول. فسيدنا يوسف بيلعب مع إخواته وهو في قمة الفرح وفي قمة السعادة، بس الطعنة تجيله من إخواته، وهم بيربطوه بالحبال وهو بيضحك، بس هم بيشدوه بالحبل عشان ينزلوه في البير. والبير كان في مكان جزء كده في وسط البير بيكون عالي، فهم اتفاقهم ان هم نحطه في البير يلتقطه بعض السياره، وكان ده حد معدي ياخده، اي حد ياخده. والاقتراح ده كان اقتراح مين يا استاذه دعاء؟ كان اقتراح اخوهم الكبير، قال لهم لا تقتلوا يوسف، ده مهما كان اخونا ولحمنا ودمنا يعني ما يصحش نقتله. طب نعمل ايه؟ قال لهم خلاص القوه في غيابه الجب، احنا ممكن نحطه في بير في المكان العالي في البير ويبقى احنا ما قتلناهوش، واي حد معدي بعد كده هيملى ميه من البير هيشوفه هيقوم ياخده، ويبقى احنا كده اتخلصنا منه وايه وما قتلناهوش. العلماء برضو يا أستاذة دعاء أخدوا من دي فايدة كبيرة قوي، إن بعض الشر أهون من بعض. مش كل الشر واحد. إن بعض الشر أهون من بعض. لا شك إن وضع يوسف في البير أخف وأهون من إن هو إيه يتقتل. فوضعوا بالفعل يعني الواحد يقول كلمة، يعني ممكن كلمة زي دي أمر بالمعروف، كلمة يعني حتى في وسط شر نهاهم عن القتل أو اتخذ بيها غير المسار. يعني غير المسار، خفف الشر من شر كبير قوي لشر قليل بدل ما يفقد يوسف في الحياة، قالوا لهم خلاص هنحطه في بير وهو بقى وإيه هو ورزقه، يعني حد معدي كده هو نصيبه يعني. وبالفعل ربطوا سيدنا يوسف ونزلوه في البير، وسيدنا يوسف طفل صغير بفكر إن هم بيلعبوا معاه، ولكن فجأة سيدنا يوسف لقى نفسه في البير لوحده وترك إخوته في البئر وانصرفوا. العلماء بيقولوا ان سيدنا يوسف هو طفل صغير في الوقت ده ما لقاش غير ربنا، حتى يقول ابن عباس في التفسير يقول هدأت الحيتان في البحر من التسبيح وما هدأ يوسف في البئر يسبح الله ويستغيث به. خلاص هنا بقى في الوقت ده ما فيش لا أنيس ولا جليس ولا سمع صوت ولا أي حاجة، لا صوت يعني في هذا المكان، فما فيش قدامه غير ربنا، ليس له إلا الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى، هو اللي ينجيه من الكرب ده وهو اللي يطلعه من الابتلاء ده. فقعد سيدنا يوسف على الحالة دي يدعي ربنا وينادي ربنا، وما فقدش الأمل وهو طفل صغير إن ربنا هيطلعه من الكرب ده وربنا هينجيه من الابتلاء الشديد ده. وفي الوقت اللي سيدنا يوسف يا أستاذة دعاء في البير بيدعي ربنا وبيناجي ربنا، إخوات سيدنا يوسف كانوا بيكملوا الحكاية وبيكملوا الخطة بتاعتهم والمكيدة بتاعتهم، يعملوا إيه؟ وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. فضلوا متأخرين لغاية ما العشاء، وقت العشاء يعني الليل دخل الضلمة دخلت، وراحوا لسيدنا يعقوب. عملوا إيه؟ جابوا غزال ودبحوه، أو غزالة ودبحوها، وقبل ما ينزلوا سيدنا بير سيدنا يوسف البير خلعوه قميصه، قلعوه القميص اللي هو لابسه ولطخوا القميص ده بالدم بتاع الغزال ده، عشان ايه؟ عشان لما يرجعوا لسيدنا يعقوب يقولوا له اتاكل وده الدم، اتاكل وده الدم، هو ده الدليل، دي الاماره كمان على ان احنا صادقين معاك يا ابي. وزاؤوا اباهم عشاء يبكون. العلماء قالوا ليه جم في العشاء؟ قالوا ان عشان ابوهم لو شافهم بالنهار ممكن يميز ان الدم اللي على القميص ده مش دم انسان، ده دم حيوان. واكيد الانسان المميز يعرف الفرق بين ده وده. وبعض العلماء قال لك عشان ابوهم لو جم بالنهار هيعرف ان الدموع دي دموع كذب مش دموع صادقه، كان الضلمه بقى بالداري، الضلمه بالداري. فعشان كده وجاءوا اباهم عشاء يبكون، دخلوا على ابيهم ودموع الكذب في وجوههم وفي اعينهم، وقالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. احنا رحنا نلعب ونجري وسيبنا يوسف يحرس الحاجة بتاعتنا. والرد البديهي يعني انتوا اقنعتوني عشان تاخدوا يوسف وتفرحوه، فيكون الجزاء ان انتوا تسيبوه يحرس الحاجة بتاعتكم وانتوا تروحوا تلعبوا. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا
ولو كنا صادقين. وانت مش هتصدقنا حتى لو كنا صادقين. العلماء يا استاذ دعاء عند الايه دي قال ان اخوات يوسف كذبوا كم كذبه كده فضحتهم وبينت الكذب بتاعهم. الكذبه الاولانيه ان هم جابوا القميص بتاع سيدنا يوسف سليم، مفيش فيه خدش ولا اي حاجه ولا اي حاجه. فسيدنا يعقوب لما بص للقميص كده قال لهم اي ذئب عاقل هذا الذي اكل ابني وترك قميصه. ده ايه الديب الجميل ده اللي قال لابني القميص كده وبعدين اكله؟ فكان دي اول حاجه لفتت نظر سيدنا يعقوب ان هم ايه بيكذبوا. الحاجه الثانيه ان هم قالوا لسيدنا يعقوب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني احنا اصلا كذابين بس خلاص. احنا اصلا كذابين، احنا حتى لو كنا صادقين فانت برضو مش هتصدقنا. فوقعوا بلسانهم واعترفوا ان هم ايه بيكذبوا. قالوا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سيدنا يعقوب يعني حزن حزنا شديدا، بس فوض امره ربنا ولجأ الى رب العالمين سبحانه وجل وتعالى وبث شكواه الى رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. ونرجع يا استاذه دعاء لسيدنا يوسف. طيب احنا قبل بقى ما نرجع لسيدنا يوسف هنطلع فاصل ونرجع بقى نشوف سيدنا يوسف عمل ايه في البئر. خليكم معانا مشاهدينا بعد الفاصل. مرة تانية مشاهدينا ومكملين في قصة سيدنا يوسف. ووقفنا دلوقتي هنرجع دلوقتي انه سيدنا يوسف بقى في البئر في البير لوحده وبيدعي ربنا وبيسبح. طيب دي بقى نقطة مهمة. اول حاجة ان يعني في ملحوظتين. اول حاجة ان سيدنا يوسف طفل لكن فهم اكيد بسبب تربيته طبعا لانه ابن سيدنا يعقوب النبي طبعا متربي في بيت النبي، فعارف ان في وقت الشده احنا ملناش غير ربنا نلجأ له بالدعاء وبالتسبيح وبكل حاجه نقدر عليها. والنقطه بقى الثانيه ان احنا فعلا إن لازم يكون هو ده يقيننا وده دستور حياتنا ان احنا ملناش غير ربنا، ان احنا في اي شده وفي اي ابتلاء وفي اي موقف بنقع فيه ملناش غير ان احنا نلجأ لربنا بكل الطرق والوسائل بالدعاء وبالتسبيح وبالصدقه وبكل حاجه نقدر نعملها علشان ربنا ينجينا من الابتلاء اللي احنا فيه. الله على حضرتك يا استاذه دعاء. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ملكوش غير ربنا في اي ابتلاء او اي مصيبه او اي نازله او اي مشكله تحصل لكم، ملكوش غير ربنا. والله ليس لك غير الله من احد. فحسبك الله في كل لك الله، مالكش في كل الاحوال الا ربنا. وعشان كده بيقول لك فامدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. لو كل الناس اتخلت عنك، لو كل الناس رفعوا إيديهم عنك، لو كل الناس وقفوا ضدك، بس معك ربنا ما تخافش من حد، ما تقلقش من حد. خلي عندك يقين وثقة في رب العالمين إن ربنا هيكرمك وهينجيك وهيطلعك من المشكلة اللي انت فيها أو من الكرب اللي انت واقع فيه، ووالله ربنا ما هيخذلك أبدا. وكان ده اليقين اللي سيدنا يوسف فيه، ودي الحالة اللي كان سيدنا يوسف فيها وهو في البير لوحده واخواته مكروا بيه وخدعوه وتخلوا عنه وحطوه في وسط بير وبعدوه عن أبوه وأمه. لكنه مع كل ده هو في بير مظلم ومحدش شايفه ولا سمعه إلا ربنا، كان عنده اليقين ده أن ربنا مش هيسيبه كده وهينجيه. وكان ده نفس اليقين بتاع سيدنا يعقوب لما عياله دخلوا عليه وقالوا له ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. كان ده اليقين اللي خلى سيدنا يعقوب يرد عليهم ويقول لهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني إيه فصبر جميل يا أستاذة دعاء؟ ودي رسالة بنبعتها للسادة المشاهدين إن لما تحصل مشكلة ارجع لربنا، ولما يحصل ابتلاء قل له يا رب، ولما تقع في مشكلة قل له يا رب ماليش إلا أنت. سيدنا يعقوب عمل كده، قال فصبر جميل. العلماء بيقولوا الصبر الجميل اللي هو لا شكوى فيه، يعني ما بيشتكيش ربنا لحد. بعض الناس لما بيحصل له مشكلة لما بيقع في ابتلاء بيبدأ يشتكي ربنا للناس. طب ليه كده يا رب؟ طب عشان إيه يا رب؟ طب مش بنسمع ناس يا أستاذة تقول يا رب هو أنا عملت إيه أستاهل اللي بيحصل لي ده؟ مش ده كلام بنسمعه من بعض الناس فعلا؟ للأسف. للأسف. فسيدنا يعقوب عمل بقى عمل الحاجة الجميلة، قال فصبر جميل، أنا مش هشتكي يا رب،
انا مش هتكلم غير معاك انت يا رب، انا مش هشكو الابتلاء والالم النفسي اللي انا فيه ده الا ليك انت يا رب، فصبر جميل. وفي الاخر يا رب والله المستعان على ما تصفون. انا بستعين لربنا بربنا وبرجع لربنا ان هو يعيني ويصبرني على الابتلاء اللي انا فيه ده. ودي رساله برضو بنبعت بيها لكل مبتلى، قول له يا رب عني وصبرني وامدني يا رب بمددك واعني يا رب بعونك، لان احنا من غير ربنا ولا حاجه فعلا. وما نقدرش على اي حاجه من غير ربنا سبحانه وجل وتعالى. نرجع بقى لسيدنا يوسف، نرجع بقى لسيدنا يوسف كان في البئر وبيدعي وبيسبح ربنا، وهو على الحاله دي بيدعي وبيسبح ربنا. وجاءت سيارة، ربنا بيقول لنا كده، وجاءت سيارة، ناس معديين، سيارة يعني مجموعة من الناس، ناس معديين، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. يعني إيه واردهم؟ العلماء قالوا الوارد اللي هو بيكون مسؤول عن جلب الماء للقافلة، مسؤول المية بتاع القافلة، فده بيروح البير وينزل الجردل ويملى من البير. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. وبعض العلماء قالوا أن الوارد ده اللي بيكون في مقدمة القبيلة، بيشوف الجو والمكان والمكان اللي فيه مية ولو فيه خطر في الطريق، هو ده. فأدلى دلوة، نزل الوارد ده الساقي ده، نزل الجردل بتاعه في البير من المية، وبعدين بيسحب الايه الجردل. فتعلق يوسف في الدلو هذا، اتعلق في الجردل ده. فالرجل بيسحب الجردل شعر أن فيه ثقلا، لقى الجردل تقل، الدلو بقى تقيل، فلا إيه يعني إيه المية التقيلة قوي دي، فحس أن فيه حاجة. فأدلى دلوة، أول ما سحب الدلو والدلو خلاص بقى قرب يطلع من البير، لقى سيدنا يوسف. فنادى على كل القافلة اللي معاه وقال يا بشرى هذا غلام. سبحان الله، يا بشرى هذا غلام، يعني ايه؟ يعني بيفرحهم، بيقول لهم ابشروا انا لقيت طفل صغير. طب يعني ايه البشرى في كده؟ قال لك ان كان وقتها كان في عبيد بيباعوا ويشتروا، فدي فرصه ان احنا هنبيعه وناخد ثمن ونكسب منه، او هنشغله عبد عندنا فيخدمنا، فمن ناحيه هيستفيدوا منه يعني كده كده كسبانين. قالوا يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه. يعني ايه الايه دي يا استاذ دعاء؟ يعني ايه واسروه بضاعه؟ العلماء قالوا أسروه بضاعة، يعني خلوا سيدنا يوسف ده كأنه سلعة هتباع، ده معنى بضاعة. وأسروه يعني داروا عليه وخبوا عليه، داروه كده في خيمة محدش يعرف عنه حاجة. طب ليه بقى؟ قال لك أصلا ممكن يكون ده ولد تايه من أهله ويدوروا عليه، فيلاقوه، فعشان كده وأسروه بضاعة. العلماء قالوا بالغوا في إخفائه مبالغة شديدة حتى يتمكنوا من بيعه، وأسروه بضاعة. وبعدين ربنا بقى يحكي لنا مشهد تاني من مشاهد قصة سيدنا يوسف، ومن مشاهد الابتلاء الصعبة جدا في حياة سيدنا يوسف. يقع سيدنا يوسف في أول ابتلاء وترمى في البير، وربنا ينجيه منه، ولسه سيدنا يوسف هيقع في ابتلاء تاني، وابتلاء شديد جدا وابتلاء صعب جدا، ربما يكون أصعب من وضعه في البير، ألا وهو أن سيدنا يوسف هيباع، هيتم بيع سيدنا يوسف. طيب احنا دلوقتي كنا وصلنا عند نقطة البير، وسبحان الله يعني احنا بنتكلم في سقيا الماء، في مؤسسة سقيا الماء، وهي اصلا تخصصهم الابار والمية، سبحان الله. فاحنا دلوقتي عايزين بنقول لهم احفروا بير بس للخير، احفروا بير للخير بس للخير ما يبقاش في اي شر بالظبط ما يبقاش في اي شر. احنا طبعا برضو في حلقاتنا يوم الجمعه هنعمل زي حصاد الاسبوع كده لانجازات اللي شفناها على الارض والخير بتاع مؤسسه سقيا الماء، ونشوف اول تقرير ونرجع نعلق عليه. Thank you.
الناس دي عشان تعيش وتروي عطشها لازم تمشي المشوار ده أكتر من مرة كل يوم. ساعدوهم يعيشوا، ساعدونا نوصل لهم المية لحد بيوتهم. عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. ربنا يكرمكم دكتور صالح ومؤسسة سقي الماء على المجهود اللي بجد بتعملوه. وطبعا زي ما شفنا التقرير، المشقة اللي الناس بتلاقيها فعلا في المكان علشان توصل للمية. الله يكرمك يا استاذ دعاء، ربنا يبارك في حضرتك. واحنا كلنا رسل رحمه، يعني ربنا بيستخدمنا، احنا مش منا من حد ولا تفضل مينا، ده بفضل مساهمات ومشاركات، يعني شركاء النجاح معانا اللي بيتصلوا وبيدعمونا وبيشاركوا معانا في حفر الابار وتوصيل المياه، وان احنا نكبر بخواطر الناس. ودي رساله بنبعت بيها ان ممكن ربنا ينجيك وينجي اهل بيتك وينجي عيالك بسبب عمل خير بتعمله. لعل اللي نجى سيدنا يوسف من البئر ونجاه من كيد اخواته العمل الصالح بتاع سيدنا يعقوب النبي اللي كان كل حاله دعاء لله واستغاثه بالله وتوكل على الله ومساعده لخلق الله عز وجل. وربنا قال لنا كده: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ربنا بيقول لنا كده: خايف على عيالك؟ نفسك تامن مستقبلهم؟ نفسك تطمن عليهم؟ وده بنسمعه كتير. فعاوز تعمل ده كله، اتقي الله، اتقي الله بانك يعني تمد يد العون للمحتاجين وللفقراء والمساكين، وتجبر بخواطر خلق الله عز وجل، وتجبر بخواطر الناس، وتدخل السرور على قلوب الناس. وسيدنا النبي يقول لنا: او سرور تدخله على قلب مؤمن. من الاعمال اللي بتقرب الى رب العالمين سبحانه وبتخلي ربنا يرضى عننا ان احنا نفرح خلق الله عز وجل وندخل السرور على قلوب الناس. ويبشرنا سيدنا وحبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام ببشرة جميلة قوي يقول لنا فيها: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. لما تساعد أخوك المسلم، لما تساعد المحتاج الفقير وتكبر بخاطره وتفرحه وتخليه يعيش النعمة اللي انت يعني ربما كتير من الناس، نعمة المية دي نعمة عظيمة جدا يا أستاذة دعاء. هي يعني سر الحياة فعلا، يعني مية. مش ربنا بيقول لنا يا أستاذة دعاء: وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ فالماء حياة، حياة فعلا. وعلشان كده هنشوف كمان تقرير تاني من تقارير إنجازات مؤسسة سقيا الماء في برنامجنا بالدعاء. رسالة رحمة جايين بيها مع مؤسسة سقيا الماء هنا في مطروح، يعني رسالة من رب الأرض والسماء. ربنا استخدمنا، وأنا عاوز أقول إن ربنا بيستخدمنا لإدخال السرور على قلوب الخلق ولإدخال السعادة على قلوب الخلق. إن ربنا يجعلك سبب إن إنسان يشرب نقطة مية نظيفة، والله العظيم أجر كبير وخير عظيم لا يعادله شيء، وسعادة لا تعدلها سعادة. وأعظم شيء يعني قد ينعم الله عز وجل به عليك انك تبقى سبب في تخفيف المعاناه عن انسان، او رفع الهم والحزن عن انسان. واحنا شعرنا في مؤسسه سقيا الماء: فاذا فرغت فانصب. بنخلص بير نخش على البير الثاني، نخلص محطه نخش على اللي بعدها. لا هدوء ولا يعني كلل في عمل الخير في مؤسسه سقيا الماء. وانا عاوز ابشر كل اللي بيشارك معانا في الاعمال دي: انتم يا شركاء النجاح معنا في مؤسسه سقيا الماء، يا من تساهمون وتتبرعون معنا، احنا هنا النهارده سبب في سعادة الخلق بفضل الله ثم بفضلكم، بفضل الله ثم بفضل تبرعاتكم، بفضل الله ثم بفضل مساهماتكم. عاوز ابشركم ببشرى سيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيها: ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ
إلا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. فيا مسلمون، من يشتري الرحيق المختوم في الجنة ببئر في الدنيا؟ يا مسلمون، من يشتري الرحيق المختوم في الجنة ببئر في الدنيا؟ والحقيقة أنا حاجة فرحتني وأدخلت على قلب السرور أول ما جيت عند البير ده، وأنا عاوز أفرحكم معايا. اتفضلي يا حاج صباح. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يديلك الصحة. الله يجازيكم بخير. الله يكرمك. والله يخلي لكم أولادكم، والله يكفيكم شر المرض. اللهم أمين. عاوز حضرتك تبص للكاميرا عشان الناس تشوف حضرتك. ماشي. أنا حبيت أفرحكم معايا لأن الست الجميلة دي اللي زي والدتي فرحتني. والله العظيم فرحتني. الله يخليك. إن بفضل الله عز وجل تبرعات حضراتكم بتوصل لمكانها الصحيح وبتوصل لمستحقيها. لأن بعض الناس بتسألنا، هو فعلا في ناس محتاجة الآبار دي؟ هو فعلا في أماكن محتاجة آبار بجد؟ أنا عاوزكم تسمعوا بنفسكم من الحاجة صباح، هي قالت لي أول ما جيت هنا. اتفضلي يا حاجة صباح. الله يجازيكم بخير، والله يكفيكم شر المرض، والله يديكم رزق من عند ربنا. أنت قلت لي كنت بتجيب المية منين يا حاجة صباح؟ بنجيبها أهو البير على دماغي. تشتلي على دماغي؟ بنشيل على دماغي من البير ده، وربنا يجازيكم بخير كمان وكمان. الله يكرمك. الحاجة صباح بتقول لي عندها السكر وكانت بتروح تملى المية من بعيد وتشتال على راسها، وهي ست كبيرة مسنة وعندها السكر ومريضة دلوقتي بفضل الله عز وجل. الله يجزاك. ثم بفضل مساهماتكم معنا في مؤسسة سقيا الماء، نحن بفضل رب العالمين النهاردة بنوصل المية لغاية جوه البيت بفضل الله عز وجل بشكل آدمي. وربنا بيقول لنا ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. حضرتك متخيل لما ربنا يجعلك سبب في ان بني آدم يعني ياخد المية وتوصل له المية بعزة بدون تعب وبدون مجهود وبدون ما يمشي مشوار؟ أمنا الكريمة الست الكبيرة في السن اللي بتقول عندي السكر وكنت بشتال على راسي، النهاردة بتقول لكل متبرع معانا في سقيا الماء بتقول له جزاك الله خيرا. وانا عاوز أوري حضراتكم المراحل بفضل الله عز وجل اللي عدت بيها مؤسسة سقيا الماء. أول مرحلة بفضل الله عز وجل، وتعالوا أوري حضراتكم معانا كانت إيه المرحلة. بفضل الله دي المرحلة الثالثة اللي ربنا وفقنا وأكرمنا في مؤسسة سقيا الماء إن احنا نوصلها بفضل رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. إن بفضل الله حنفية مية جوه البيت جنب باب البيت بفضل الله عز وجل، بدل ما أهل البيت يطلعوا ويمشوا لغاية البير ويوصلوا لغاية البير عشان يملوا مية بفضل الله عز وجل، حنفية جنب البيت يملوا منها الحاجة بتاعتهم والجراكن بتاعتهم بفضل الله تعالى بفضل رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. نعمة بسيطة حضرتك ممكن تكون مش حاسس بيها وبتفتح الحنفية عندك وتشرب المية بكل سهولة، في إنسان مش لاقي المية دي، فاوعى تحرم نفسك من الأجر ده وشارك معانا في إدخال السرور على قلب إنسان وإدخال الفرح على قلب إنسان. وعاوزك تفتكر دايما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. وطبعا زي ما شفنا التقرير الجميل والتعب، كل الحياة الأفراد في مؤسسة سقيا الماء بيتعبوا علشان نشوف الإنجاز بنفسنا على أرض الواقع ويفرحوا قلوب الناس دي بالمية. يعني مشقة كبيرة قوي يا أستاذ وعاء، ومشوار كبير قوي بنطلعه من هنا من القاهرة المطروح، وتقريبا بنوصل لحدود ليبيا حوالي 600 أو 650 كيلو.
يعني ارهاق شديد وتعب شديد جدا، بس عاوز اقول لحضرتك والله العظيم لما بنوصل هناك بننسى التعب ده كله بالفرحه اللي بنشوفها في وجوه الناس دي، لان الفرحه والضحكه دي اللي قدام الكاميرات دي والله العظيم مش مصطنع، انما الناس دي فرحتها حقيقيه وضحكتها حقيقيه ومن القلب، لان البير ده بيمثل لهم حياه كامله، وربنا بيقول لنا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صح كده، احنا هنروح فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. الدنيا عارف انا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. المياه اللي داخله الفنطاس دي بتتعبى من المحطه عشان خاطر تروح الابار. المياه دي صالحه للشرب بس ليها قصه طويله. القصه دي هنعرفها جوه ان شاء الله. الفنطاس ده رايح يفضي المياه بتاعته في بير واحد من الناس اللي ساكنين هنا في صحراء مطروح في محطه تحليه شماس. من محافظه مطروح عند محطه تحليه شماس اللي جينا فيها عشان نشوف الناس بتشرب ازاي، الناس بيوصل لها المية ازاي، وجينا من نهاية المشوار. معانا عم مرعي، السلام عليكم. سلام طلاب. ازيك يا عم مرعي؟ مرحبا. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. انت بتيجي تعمل ايه هنا يا عم مرعي عند المحطة؟ عند المحطة نيجي هنا نقطع فصولة مية. اه تمام. بتاخد مية؟ ناخد مية من المحطة. من هنا؟ من الماسورة ديت. كويس. في الفنطاس ده؟ في الفنطاس ده. عشان؟ نودي فيها الأهالي. توزع في الآبار. توزع في الآبار. كويس. بتغطي كم بير مثلا في الملوى الواحده؟ في الملوى الواحده بير. بير آه. يعني طب في اليوم الفنطاز في اليوم يعني 7 ابار. آه. 6 ابار. خمسة. وفي غيرك طبعا؟ وفي غيري برضو. اه طيب كويس. يعني حضرتك بتملى الفنطاز ده وبناخده بنفضيه في البير عشان يخدم الناس، يخدم اللي الناس. عايزه تشرب في موسم غير موسم الامطار. غير موسم الامطار. مظبوط. طيب دي المرحله الاخيره في المشروع. طيب ايه بداية الموضوع؟ ايه بداية المشروع بتاعنا؟ خلونا ندخل المحطة ونكمل كلامنا مع حضراتكم. المحطة هنا بتخدم عدد كبير جدا من الآبار، وبتخدم عدد أكبر من الأشخاص. 3000 شخص بيستفيدوا من المحطة دي. المحطة دي فيها بير بيضخ المية اللي لازم يتعمل له التحلية، لأن نسبة الأملاح فيه عالية جدا. مية من بير بيطلع في اليوم الواحد 120 أو 125 متر مكعب مية. دولت بيعدوا على محطة التحلية عشان خاطر تطلع مية عذبة. يجي السائق العربية اللي فيها الفنطاس الكبير الخزان الكبير بيملى ويروح يحط في بير واحد من الناس في موسم حر زي ده، مفيش أمطار مفيش مية سما زي ما بيقولوا، عشان خاطر الناس تلاقي مية عذبة تشربها. طيب قصة المية إيه وبتعدي إزاي وإيه مراحلها وإيه المطلوب مننا؟ هنعرف الكلام ده من جوه. مرحبا شيخ عبد الصبور. اهلا وسهلا، شرفتنا حضرتك. الله يكرمك. اديني فكره عن المحطه واعمال المحطه والبير اللي بيطلع ميه من تحت الارض. محطه تحليه قريه شماس. اه. البير التغذيه العمق بتاعه 110 متر. اه. البير اللي في الخلف ده عمق 110 متر. 110 متر عمق الماء فيه
65 متر بيطلع ميه من تحت الارض؟ من تحت الارض اه، ميه مالحه. ميه مالحه. نسبه ملوحيتها قد ايه؟ 5000 في المليون. 5000 جزء في المليون. يعني حاجه قاتله يعني، ما ينفعش، لا تصلح للشرب. والله حضرتك هي يعتبر اقل ملوحه في ابار محطات المياه في شماسه. كويس. يعني محطات المياه الثانيه ملوحتها برضه اشد منهم. طيب دور المحطه بقى؟ دور المحطه الحمد لله معنا محطتنا شغاله على 2 فيزل يعني مر على مرحلتين. كويس. بتطلع للاهالي شرب 120. اه 120 يعني يعتبر ميه عذبه. كويس. يعني يعتبر كانها ميه معدنيه. ممتاز. ده اللي يخلينا نقول لحضراتكم رسالتنا من داخل محطه شماس، ايه المطلوب وايه اللي عايزينه. اللي احنا عايزينه ان احنا هنعمل بير تاني هنا في المحطه، البير التاني عشان خاطر يزود حصه الميه، وعشان نزيد بعمق اكبر ونقلل من خلاله نسبه الملوحه في الميه. ان شاء الله البير ده هيتم بفضل الله اولا، ثم بفضل مساهمات حضراتكم معانا. احنا وظيفتنا ان احنا نسد احتياج الناس من الميه بحيث ان هم ما يشتكوش. هتشارك معانا وباذن الله تيجي تزور معانا المحطه عشان نعمل لهم بير تاني اكبر كفاءه ويزود نسبه الميه اللي هتخدم اهالي مطروح. اعداد كتيره جدا منتظره قطره ميه نظيفه من خلال مؤسسه سقيا الماء، هنوفرها لهم باذن الله. ان شاء الله هنعمل لهم البير ده في اقرب فرصه ممكنه. حضراتكم بتبرعاتكم ومساهماتكم واحنا هنا كلنا جنود باذن الله تبارك وتعالى. جينا مئات الكيلوات عشان خاطر نقول للناس مؤسسه سقيا الماء هتساعدكم وتدعمكم، وان شاء الله نوفر لكم قطره ميه نظيفه. بصداقتك وزكاتك مع سقيا الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. وربنا يكرمكم مؤسسة سقيا الماء. وإحنا كده وقت حلقتنا الجمعة خلص، وإن شاء الله مع دكتور صالح الجمعة الجاي هنكمل باقي قصة سيدنا يوسف إن شاء الله. وكل جمعة هتكون حلقة مختلفة وخاصة مع مؤسسة سقيا الماء من برنامجنا بالدعاء. وفي نهاية الحلقة أنا بشكر طبعا حضرتك. الله يحفظك يا سيدة دعاء، وأنا شاكر لحضرتك يعني والطاقم العمل جميعا، ربنا يبارك فيهم. ربنا يكرمك. وزي ما قلنا ان كل يوم جمعه في ساعه اجابه، يعني عايزين ندعي كلنا ونتعلم ونتعود على الدعاء يوم الجمعه، فنختم حلقتنا بالدعاء. بس واحنا بندعي بقى كده نستشعر ان ربما تكون الساعه دي هي ساعه الاجابه. يا رب. اللهم صل على محمد في الاولين، وصل على محمد في الاخرين، وصل على محمد في الملأ الاعلى وفي عليين. اللهم اصلح حالنا الى احسن حال، اللهم اصلح حالنا الى احسن حال، اللهم ارزقنا تقواك واجعلنا نخشاك كاننا نراك، واسعدنا بتقواك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك خشيتك في السر والعلن وفي الغيب والشهاده، اللهم امين. اللهم اصلح احوالنا ويسر امورنا، واكشف كروبنا وازل غمومنا، وسد ديوننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واصلح احوالنا، واحفظ مصرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين امين. وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.